بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم تاريخ 19/8/2014. حاليا حنا في الباخرة على سويسرا. خالد يوسف، أجواء جميلة جدا، رائعة، قمة في الروعة. هدوء ذاك القطار ورا ما شاء الله. طبعا يعني في برد، على تطلع الشمس يكون الجو دافي شوي، على غيوم على يحوشك شوية مطر. أجواء ربيعية صيفية شتوية. طبعا ما شاء الله يعني جميل. هذا طلعت الشمس.